السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد على كل اخواته وحبايب قلبي اللي متابعيني جوه مصر وبره مصر. زي ما انت شفت كده، انا كنت بشيك على الطيور، ببص عليها بصة بس على السريع كده يعني، لان تعبانة وفيها طيور مهزولة جدا. ما شاء الله انا كنت في المحمية دي، محمية جميلة، شوية طيور جمال، ربنا يزيده يا رب ويوسع عليه ويبارك له في حلاله. انسان محترم جدا، خلوق قمة الاحترام والله. كنت عنده صورت معاه زي ما انت شفته في المحمية بتاعته. هو هاوي الطيور وحابب الطيور لمزاجه، مش شرط يعني، هو مش بيبيع على طول، لكن هو عامل المحمية ديت لو جاله حد زائر زوار، حد معرفة ليه كده. عشان ابدأ معاكم الكلام والشغل بتاع اليوم اللي انا صورته لكم ده عشان انتوا تكونوا مستفادين، ده يمام ماسي، في ابيض وفي زي ما انتوا شفتوا اللون اللي هو الحبشي ده او الازرق ده، معرفش غاويين اليمام غاويين الماسي بيسموه ايه، انا اعرف اللون الابيض ديت. جناحها كان تعبان طبعا، انا شفتها كده حبيت اتاكد منها مره واثنين وثلاثه، هي سليمة ولا تعبانة ولا ايه، وهنرجع لها تاني وهنعرف يعني، هعرفك كل شيء عنها. طلع فيها عيب في جناحها وعرفك كل شيء. فعنده اليمام الماسي ما شاء الله جميل، ده محجل او حاجل تقريبا، الحاجل دي كانت هنا بيضة واترمت تمام. طبعا العامل اللي هيبقى فيه نظافة وكده وكل ده هيطلع برا. عرفت انا العامل، عامل محترم جدا. اليمام موجود، يمام غير الماسي. دي بقى جميلة جدا، دي مصيدة، لان هو ساعات بنحتاج طيور. طب انا هفضل اجري وراهم مش هينفع، فانا عامل المصيدة دي او المصيدة دي معمولة بيتحط فيها الاكل جوه وهم جعانين. وهنا بقى هفرجكم اهو، انزل تحت، نزل نزل، حلو حلو. هي دي نظامها، اقعد بعيد او اجلس بعيد وانا اتعامل بقى، شايف كل شيء. فحلوه. وبرضك على فكره في مصايد كتير، في شغل كتير. لا ما شاء الله حاجات حلوة، ربنا يبارك له يا رب. دي ليه اسم تاني يا جماعة والله رايح من بالي، بس هو طير معروف وانا عارف ان كتير منكم هيشوفه هيعرف الطير دوت، طير جميل. فيها كذا حاجة وفيها المطوع، عاوز اوريكم المطوع، اسمه المطوع. طبعا كل طير من دي ليه كذا مسمى، هنا حدد اهو، تحدد حدد، ده ليه اسم تركي تايلاندي حاجة برضو كده من ضمن الحاجات ديت. انتوا عارفين ان احنا مربين دجاج، لكن عندنا برضو الخبرة في ادوية الطيور، ازاي اكل، ازاي اشرب، ازاي اعالج ده، ازاي انتج من ده كده. ممكن الاسامي ما اخدش بالي منها، لكن انا اعرف اتأقلم مع اي طير لان انا ربيت طيور قبل كده، عرفت يعني. ممكن الواحد ما يكونش عارف الوان الطير او اسم الطير، بس يعرف يفرخ منه، لان هو البيض كل واحد او انتاجهم كل واحد او شغلهم كله قريب من بعضه، عرفت. فالفخار ده حلو، والفخار ده الفخار افضل من الخشب، لان الخشب هيبقى في حر زيادة، الفخار مش هيخلي عليهم حرارة زيادة وما يموتش الصوص او الفروخ او الزغليل او يبوظ البيض او الحاجة يعني تطهق وهي في تكون طهقانة من الحر وكده. دي شجرة بياكلوا منها برضو، معرفش كانت اسم الشجرة دي ايه، بس هما بياكلوا منها. هنا بيض، في كل فخار من ده ما شاء الله في بيض، في زغليل، ربنا يوسع عليها رب ويزيده. كانت محمية جميلة ولها جزء تاني، في جزء تاني من خلال علامة الاي اللي هتظهر لك في اعلى الفيديو، هتتفرج على الجزء التاني، هتضغط عليها توصلك لكل شيء. ده المطوع اهو، ده هنا المطوع،
شايفين ده ذكر بتوع اسمر اهو، النتاية من غير طوق هنا اهو، الذكر التاني اهو او طويل الديل، طويل الذيل اسمه كده، مطوق او طويل الديل. ده يمام اهوت، ده افرقه انا كده، مصبع يمام، مصبع اهي، يمام مصبعات اهي، شايفين ده يمام مصبع حلو. وفي البري ديت اليمامة هي، طبعا هنجيبها بقى كده، امسك 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 امسك، طبعا جبتها. هنا بقى المشكلة، جناحها وارم، محتاجة مضاد حيوي. خلاص انا بصيت لها، هعطلها اللازم، خلاص اطلقتها، لان انا عارف هتعامل معاها ازاي مع ضمن الطيور اللي محتاجة ادوية او محتاجة شيء. طيب هنا ده ليه لسه؟ انت ليه هنا؟ انت ليه مش زي اخواتك؟ لا انا من نظرتي ليك كده عارف ان انت تعبان. تعال، ده ايه؟ ايه المشكلة؟ ايه اللي فيك؟ لازم اعرف، ما هنا الخبرة وهنا الشغل. طيب وريني ايه المشكلة؟ ده نحيف او عنده اسهال، عرفت، اطلق له ده. خلاص يبقى عندنا نعطي دواء للاسهال، نعطي مطهر معوي، نعطي رفع مناعة، نضد مضاد حيوي للطيور، نحصن الطيور اللي في المحمية، نروق الطيور. هنا بقى البادجي، طير الحب، عصافير، استرالي، كل دي مسميات ليه. وفي الجاوة والزبرة والروز، كل انواع العصافير ما شاء الله عنده عصافير كذا نوع. انا اهو ده بشوف كم ذكر، ايوه اعرف كده مملكة كده، ذكرين ودي جوز. تمام، هنا بعرف الذكورة والنطي قد ايه، بعرف الذكورة والنطي قد ايه. ده السمان جميل جدا ما شاء الله، بس كان تعبان، عينيه ملتهبة، فانا خلاص عارف انا هداوي ازاي وهعطله علاج ازاي. كل حاجة في ايدي ان شاء الله، قطرة اف ام ال فقطرة كده، فقطرة مضاد حيوي، فقطرة التهابات العين. عاوزك برجاء تكون اهم شيء يكون عجبك الفيديو، وبرجاء تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وما تنساش تدعمني بلايك، وانا تحت امرك في اي شيء، وانتظروا الفيديو الجديد افضل من ده.